هلأ لعبتك خلصت يا دعاء، الحمد لله يا رب. حيدر شاف لدعاء على حقيقتها. انتي كنتي دايماً شاهدة على حب ابني لإلك، من بعد هلأ رح تشوفي الكره. قلبي عم يقلي في شي تاني أمي. نحن مفكرين إنه حيدر معصب، بس إذا ما كان هيك شو؟ وقتها رح ننحرج مرة تانية. ولا حرف، انتي ما بيصير أبداً تفترضي هيك من عقلك بنتي. مو مثل ما لك مفكرة، ولكن احنا ما خسرنا، دعاء يلي خسرت. هالغيمة السودا ما رح تتركنا بحالنا لحتى تطلع هاي البنت من حياتنا وبدون رجعة. وأنا بشكر ربي إنك يا ابني أخيراً قدرت تشوفها على حقيقتها. وبتمنى إنه رب العالمين يكشف كل عمايلها. هي السبب بإنه حلم لسنين ضاع هيك بلمح البصر. أنت كان حلمك على طول إنك تشارك بأسبوع الموضة، وهي سرقته بألاعيبها وبخداعها لإلنا. دعاء ما سرقت مني شي يا أمي. أصلاً هي ما دمرت شركتنا أبداً، بالعكس هي بمشاركتها بأسبوع الموضة وبتقديمها لتصاميمها أنقذت شركتنا من المشاركة والخسارة. كل تعبنا راح على الفاضي. أنا كنت عرفانة إنه حيدر مستحيل يوقف ضد محبوبته دعاء. أنا شو عم بسمع هلأ؟ هاي البنت خانتك وخدعتك وكمان طعنتك بظهرك، بس ما هيك لساتك عم تدافع عنا ابني؟ لا، أنا عم بعطيها حقها بكل بساطة. حقها؟ فيك تقولي لي إذا دعاء قدمت العرض باسمها بشو بتكون غلطت بالضبط؟ يعني هي يلي عملت التصاميم والعرض التقديمي، معناها هذا من حقها.